أسعد الله مساءكم، أهلا بكم في عدد متجدد من الشوط الثالث. اليوم سنتحدث في الشوط الثالث عن تأهل خرافي بالنسبة لمنتخب الجزائر لأقل من 20 عاما، الذي تأهل منذ لحظات من الآن بالقاهرة ليعيد حكاية الخضر أو أبناء بالماضي. اليوم أبناء لاسات حققوا الأهم وحققوا المعجزة بين قوسين، لأن ولا أحد كان ينتظر مشوارا مثل الذي قدمه رفقاء صاحب هدفي الفوز اليوم والتأهل أمام تونس، وهو رفيق عمر، هذا الشاب الجزائري الذي قاد المنتخب بالملعب الدولي للقاهرة إلى الدور النهائي. مع من سيتبارى في المباراة سنتعرف على ذلك في أوراق الشوط الثالث اليوم. سنتحدث عن الجولة 28 من المحترفين الأول، وسنتحدث بالخصوص عن حراس المرمى في البطولة الوطنية لكرة القدم في المنتخب الوطني الأول ومنتخب المحليين. سنتحدث عن متفرقات أخرى مع خبراء ومحللي التلفزيون الجزائري، والبداية بمحلل الشوط الثالث طرغون. مساء الخير أخ محمد، مساء الخير سادة المشاهدين. أكيد أنك سعيد بنتيجة اليوم. طبيعة الحال، ولا واحد كان يتوقع. لا، مع مرور المباريات والله ولينا نأمنوا أكثر فعلا. بالنسبة في المنتخب هذا فعلا، طبعا مدام أنه نؤمن بمرور المباريات، أيضا مرور الحالة التحكيمية يجب أن نقف عنده في كل مرة، وفي كل مرة يكون معنا خبير التحكيم بالتلفزيونية الجزائري محمد زكريني. مساء الخير. مساء الخير محمد، جمهورنا يا رياضي الكريم، السلام عليكم. طبعا مدام الحديث سيكون عن حراس المرمى في البطولة الوطنية، نسعد اليوم في الشوط الثالث بحضور الحارس الدولي الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري ولعديد الأندية الجزائرية، يكفي أن نذكر نسيم أسرير يكون حاضرا معنا في البرنامج. مساء الخير نسيم، مرحبا بك. مساء الخير محمد وكل ضيوفك الكرام، أهلا بك. طبعا أيضا نسعد بحضور واحد من أهم مدربي الحراس في البطولة الوطنية في المشهد الكروي الجزائري، الأمر يتعلق بمدرب حراس فريق مولودية الجزائر اليوم، وهو الياس بن حاحة. مساء الخير ومرحبا بك. السلام عليكم أخي محمد، نشكر الضيوف تاعنا. مرحبا بك. الله يسلمك. طبعا بداية كالعادة ستكون من الدقيقة الثالثة، نتابع ثم نعود. فركان إذا سجل خلاص ينهيها فريق برج ملك من التأثير. طبعا هي أحوال كرة القدم، فوز وخسارة وتعادل وصعود، وهي أيضا أحوال الحياة، حزن وفرح، وأفراح شبيبة القبائل متواصلة قبل النهائي المنتظر بإذن الله تعالى. طارق مباشرة إليك الصورة والتعليق. أنا بالنسبة للصورة هي نهنئ فريق شبيبة القبائل بالنسبة للتأهل بالمباريات اللي خدمتها لحد الآن، في نفس الوقت الشكر بالنسبة للمباراة السد هو المؤسسة الوطنية للتلفزيون على هذه المبادرة، لأنه أول مرة قدر هذا المستوى هذا
يبان على في الأضواء الوطنية. تمكننا أنه يعني المؤسسة تمكنت كنت حاضر ست مباريات. شفنا وجه تاع البطولة هذه كيفاش كانت. صحيح أنها كانت قاسية في بعض الصور، ولكن هذا هو يعني هذا هو قانون كرة القدم، فيه فائز وفيه خاسر. نتمنى إن شاء الله هذه الأمور هذه كلها، لأنه في نفس الوقت يعني نقصت الضغط اللي كاين في المستويات. يعني نتخيلوا لو ما كانتش التلفزه الوطنيه حاضره، يعني كانت امور كثيره يعني اكيد هي تندرج في اطار الخدمه العموميه، هذا امر منطقي. كان على حساب بعض انديه القسم الاول اللي نقولوا لهم سامحونا بالمناسبه، لانه الفرصه كانت للفرق الصاعده اللي هنأها اليوم رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم شرف الدين عمره. الامر يتعلق بشباب برج منايل بمولودية أو الاتحاد الرياضي لبلدية ورقلة، مولودية البيض اتحاد حجوط شباب معسكر وحمراء عنابة. ست فرق بالنسبة إليك الياس اليوم صعدت للقسم الثاني. الاسونسيال لفات داروا هاد لاكيسيون عندهم، دوك إن شاء الله العام الجاي يحوسوا دوك هذيك ليكيب تاعهم لي كلوب هادو اللي طلعوا. حنا ماذا بينا العام الجاي نشوفوهم ثاني كي يطولوا في الدي دو، واللي ما طلعوش هادو كيما جي جي لو إن شاء الله يكملوا يخدموا والله ني بروسين ان شاء الله باذن الله تعالى. نسيم سرير، الصوره التي اخترت الصوره هي اللي تاثر كثير ان الابطال وما صعدوش، يعني كل الفرق كانوا قضوا موسم يعني هم الاولين يعني في الفرق تاعهم. نعم. ولكن في اخر لقاء يعني لقاء السد كان لازم يكون واحد، نظن شويه المنافسه هذه شويه يعني اثرت كثير على خاصه اللي كان باطل يعني طيله موسم كروي هو يعني الاول. الامر كان صعب 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 يعني باش تقبل الامور هذه ماهيش سهله، لكن طبعا التجربه مفيده بالنسبه لهذه الفرق. بيان سو احنا ماذا بينا الموسم اللي جاي ما تكونش هذه المنافسه وما تكونش اعاده تفكير في اعاده التفكير وتكون منظومه مليحه خاصه في يعني في الأقسام السفلى هذه. نعم طبعا. نمر مباشرة قبل العودة إليك إلى المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما الذي فعلها اليوم وبطريقة الأمثل ثنائية كاملة في شباك المنتخب التونسي. هذا المنتخب الجزائري الذي عرف نسقا تصاعديا من مباراة إلى مباراة، أقصى المنتخب المغربي بضربات الجزاء ثم عاد اليوم ليقصي الشقيق أيضا منتخب التونسي بهدفين وقعهما الاحتياطي في هذه المباراة رفيق عمر. أشبال لاسات وسلاتني مراد أيضا أكدوا أنهم كانوا حاضرين من كل الجوانب البدنية والذهنية، والمنتخب اليوم يستحق العرفانة في انتظار المباراة النهائية التي ستكون يوم الثلاثاء السادس من الشهر الجاري. وعلى المباشر عبر الهاتف معنا حكيم الدان عضو المكتب الفيدرالي ومسؤول البعثة. مساء الخير حكيم من القاهرة، كيف هي الأجواء اليوم؟ هل انتظرتم هذا التأهل صراحة وهذا المشوار؟ وهنيئا أول شيء بالنسبة للمنتخب. يعني مساء الخير. الأجواء عرفها يعني أجواء فرحة كبيرة هنا في البيضة، نظر باللي الأولاد يعني أدوا مقابلة كبيرة، وإن شاء الله إن شاء الله يعني تنقصنا المقابلة وإن شاء الله نعود بالتتويج للجزائر، لأن مصر وملعب القاهرة هو يعني عندنا ذكريات كبيرة هنا في 2019. إن شاء الله هاد الأولاد إن شاء الله يفرحوا الشعب الجزائري ونعودوا بالكاس. أكيد حكيم أنه المأمورية لم تكن سهلة، طبعا أنت مربوح مدام أنه المرة الثانية، الحمد لله الأولى كانت في 2019 واليوم في 2021. طيب ماذا قال لك أبو ريدة قبل أو عند اللقاء بمصر؟ لا لما لقيته يعني كان مع الحاج الغرا، وقالوا قالوا الحاج قالوا كابتن حكيم جاي يأخذ الكاس ويرجع، إن شاء الله نأخذ معنا الكاس ونرجو بإذن الله تعالى. ولكن يعني المهم هو يعني الفرحة لكل الشعب الجزائري اللي فرح بهذا الفريق، فريق شاب اللي عنده إمكانيات. إن شاء الله من مزيد من التتويجات إن شاء الله نرجعوا بالكأس الجاي، لأن المقابلة النهائية ستكون ضد الفريق السعودي، والفريق السعودي يعني لازم الإنسان يأخذ باحتفال، لأن فريق يعني تحسن كثير من السنوات يعني السنوات الماضية. نعم طبعا حكيم، تقريبا وكأنها نفس تجربة المنتخب الوطني الأول. المنتخب
مباراة بمباراة يسير بخطى ثابتة. اليوم صراحة ماذا يمكن أن نقول عن هذا المنتخب رغم غياب بعض العناصر التي كانت مرتبطة بشهادة البكالوريا؟ ماذا نقول أيضا عن الطاقم الفني الذي يقوده لاسات وفي ظروف أنت تعرف أكثر من البقية؟ يعني ذنب لكل يعني الطاقم الفني مشكور والطاقم الطبي والطاقم الإداري، يعني كل الناس كما قلت يعني حاجة مهمة هي دورة تبدأ يعني تبدأ ديفيسيلمون، ولكن الامور تحسنت من مقابله لمقابله. راك شفت اليوم المقابله ضد الفريق التونسي اللي ماهو سهل، يعني الفريق التونسي كان عنده امكانيات كبار. نظن باللي يعني الطاقم الفني يعني درس مليح المنافس، والحمد لله يعني النتائج هذو كاع اللي جاو ما جاوش بالصدفه. لهذا يعني الناس لازم يكونوا يعني الحمد ربي باللي كاين ناس راهي تخدم، ان شاء الله نحقوا نتائج في فئات الأخرى. طبعا حكيم، بالنسبة للاعب الذي قادنا اليوم إلى الفوز ولو أنه عمل مجموعة كاملة، هو خريج أكاديمية الفاف بخمس مليانة، ما يعني أن هناك عمل قاعدي وجب أن نقف عنده اليوم حتى نوقف حكاية لماذا الفاف تعمل أكاديميات للتكوين أيضا. تعرف يعني الأخي العزيز يعني كما يقولوا النقاش هذا والديبا هذا، يعني انا نظن باللي هو النقاش سلبي، يعني المهم ان اللاعب يعني عمر عنده امكانيات لاباس بها، نتمناو له يعني يزيد يحسن من المردود تاعو. اما هاد الناس اللي يتكلموا على الاكاديميه اللي يتكلموا على الفار، يعني هناك بعض الاشخاص يعني واش دير يعني يلقاو يتكلموا، نقول لهم ربي يهديكم، يعني احنا فرحانين هذا هو المهم، والولاد فرحانين والشعب يعني الجزائري راه فخور بهاد اللاعبين، والحمد لله ان شاء الله نكملوا في هذه المسار. طبعا حتى السعاده هنا موجوده على مستوى الاستوديو. اخر سؤال فقط حكيم، حظوظنا في النهائي كيف هو المناخ؟ نعرف انه مصر ايضا حاره جدا. لا المناخ يعني حار بالطبع، يعني اليوم يعني سمعنا باللي نظن باللي المقابله النهائيه ستكون على الساعه الخامسه، نظن باللي هذا الشيء اثر شويه، ولكن واش نقولوا يعني نقولوا هذا الفريق يعني بدا شوية والحمد لله ورايح يعني للتتويج ان شاء الله، هذا واش نتمناه ان شاء الله نرجعوا بالكاس باذن الله تعالى. شكرا لك حكيم مدان، عضو المكتب الفيدرالي ومسؤول بعثة المنتخب الوطني، ندعوك تفرح مثل ما نفرح هنا بالاستوديو، ونلتقي باذن الله بعد التتويج بالكاس ولم لا. طارق ان شاء الله. والله يعني كما قلت نهنوا الطاقم والاداري والفني بالنسبه للمنتخب اقل من 20 سنه، المهمه ما كانت سهله. تكلمنا منذ اسبوعين على حظوظ المنتخب، قلنا المهمه ما حتكون سهله، وكان ظاهر مع مرور المباريات انه المنتخب بدا يتحسن حتى في ادائه. اليوم لما نشوف الشوط الاول كيفاش اداه المنتخب طيله 45 دقيقه، لانه خمس دقائق الاولى ما عدا خمس دقائق الاولى نقولوا 40 دقيقه ضغط عند المنافس، ضيع كرات سواء من الناحيه الفرديه من الناحيه الجماعيه، تغيير اللعب من الجهه اليمنى للجهه اليسرى، وهذا هو اللي نوعا ما يعني احرج المنتخب التونسي. الشوط الثاني كنت ننتظر انه راح يكون نوعا ما من الجانب البدني، انه يعني اللاعب الجزائري بدنيا ينقص مستواه، ولكن كانت مقاومه فرصه واحده في الشوط الثاني بالنسبه للمنتخب التونسي. مع ذلك كل الفرص كانت المنتخب الجزائري تمكن بعد التغيير تاع دخول لاعب رفيق عمر، اعطى الاضافه الهجوميه فرصتين سجلهم، وانا نظن كوتشينغ في نفس الوقت تاع المدرب لاسات كانت عنده البصمة. على ذكر الكوتشينغ اذهب اليك مباشره نسيم السري، اليوم الاطار الفني التقني الجزائري المحلي اثبت علو كعبه، اكد انه يمتلك كل المواصفات رغم انه مسك المنتخب متاخر جدا. صحيح، اليوم هذا هو الشيء اللي كان يخص يعني في مقبل، وين لازم نديروا ثقة كبيرة في المدربين المحليين، لأنهم هم إطارات جزائريين، تنقصهم إلا يعني الثقة، أن الواحد يعطيهم ثقة باش يعملوا ويكملوا العمل تاعهم يعني حتى الأخير. شفنا في السابق كانوا جاءوا مدربين أجانب، وكانت خاصة في فئة شبانية كانت إخفاقات كبيرة، وما تحصلناش على تأهلات ولا على نتائج. اليوم احنا سعداء بالمدرب بلاسات والطاقم الفني اللي معاه، لان نقدر نقولوا اليوم راه كلش جزائري، لاعبين ومدربين،
الحمد لله، هذه هي هذا الشيء اللي كان يخص. نعم. هو ان باصيات مراد سلاطني كل الاطارات موجودين. نعم. يعني نعم في مدرب الحراس، دونك هذا هو الشيء اللي كان يخص انك تعطي الثقه وتخليه يعمل والنتائج يجوا مع الوقت. ما تنساش باللي فريق جديد، يعني ما عندوش بزاف من اللي كونوه، دونك اليوم النتائج جاوا تقريبا في شهر ونص عمل، يعني ايه شهر ونص عمل، هو نفس يعني كما الاكابر، يعني نفس السيناريو اللي حدث الاصغر هادو. ان شاء الله ربي يوفقهم في النهائي ويرجعوا لنا بالكاس وتكون مواصله تاع العمل. هذه يعني لما تكون النتائج يزيدوا وصلوا العمل باش يكونوا نتائج اخرى ان شاء الله باذن الله تعالى. طبعا الياس بن حاحه شاهدنا المباراه، شفنا حارس بالنسبه للمنتخب، شفنا عمل ايضا على هذا السياق حتى التصدي، يعني تصدي الحارس في المباراه فعلا نبيل والناس هو الذي منح اكثر ثقه بالنسبه للمنتخب. لو غارديان يعني في دير تورنوا ما شاء الله، خاصك تشوف انت يا الديبي تاع تورنوا كيفاش بدا، ماشي بوكو بليس لاسيونس كانت من غارديان دالهم دي زالي تيزيزيف. وكي تشوف انت اليوم تلعب كونتر تونس هكذا السكور كان 0-0 دي يدير ناري هكذاك واللي كيب تاعو كراس ناري هذاك اللي عاودوا لعبوا ولا عالم ضربه الجزاء فوالا. وزاد ماتش ديال المنتخب المغربي ايضا المغرب بدلو شي دمام، كي تشوفو يلعب تحس باللي يدور لاسيرونس. نعم، هذوك يمنح الثقه بالنسبه للرب فوالا. دوك حنا ان شاء الله حارس كيما هذا، دوك حنا ماذا بينا ان شاء الله يريح كيما نقولوا، نشوفوا ماذا بينا دوك هذيك المدربين يكونوا في المنتخب الوطني يتبعوه بارابور بون ميم. كي تشوفوا ديك ميم لا فورماسيون تاعو تحس بلي عنده انفورماسيون مليحه. تخيل فين فينيس بارابور. نعم، سانتيتيان يلعب في سانتيتيان فوالا. كي تشوف تا هكذا تحس بلي عنده فورماسيون دوك حارس كيما هذا عنده قاعده فوالا بارابور دوك لي غارديان تاع ليكيب ا دوك بارابور لاج تاعهم ان بريس كاع كيف الغارديان كيما هذا يقدر ان شاء الله نشوفوا. طبعا سنتحدث عن هذا الموضوع عن الحراس، لكن تحكيميا كيف جرت المباراه؟ نعم محمد، اولا نحيي المنتخب الوطني الجزائري على التاهل هذايا، والشكر يرجع لكل الطاقم الفني الطبي الاداري كلهم. تحكيميا انا شفت المباراه كامله، كان التحكيم نقولوا عرب اسيا وعرب افريقيا. نعم. اللي حكموا اليوم المباراه هم عرب اسيا، الحكم الرئيسي سيد زايد ثامر من العراق. نعم. واليوم اقصينا كل دول ومنتخبات شمال افريقيا. شمال افريقيا اليوم احنا الابطال. احنا الابطال، انا قلت لك مقبل فزنا على تونس، فزنا على المغرب وفازت علينا مصر. يعني حتى الحكم تاعنا اللي موش حاضر اليوم هو فخور، يعني هو في المدرجات. نعم. كان يشوف المباراه سي بن براهم الحلو، وكان مرشح يدير النهائي. نعم. كي تاهلت الجزائر قلنا له معليش، بصح مادام انه تاهل المنتخب نقول له اسمح. ان شاء الله لا كان في المدرجات ويشجع. المساعد الثاني صلاح جمعي من البحرين، والحكم الرابع عبد الهادي رويلي من قطر. يعني شفت المباراه بدون اخطاء يعني تحكيميه تذكر، ما فيش حالات اللي كانت مؤثره او تؤثر او فيها جدل في المباراه. أدوا مباراه مع المساعدين في المستوى، وكانت اهداف المنتخب الوطني، انا خاصه الهدف الاول من اروع الاهداف، يعني اللي زربيت يحبوا هذا الاهداف اللي قنبله مباشره سهوله يدور دار الاهداف التي لا غبار عليها ولا تحديث مشاكل. يعني بكل صراحه يعني اهداف جميله، حتى احنا نفرحوا، لا الحارس ولا المدافع يهضر كيف ما كاين، قنبله من 30 ولا حتى الحكم بامكانه صد التسديده التي دكت شباك المنتخب التونسي، وفي نهاية تأهل للمباراة النهائية. نمر مباشرة إلى أهم تصريحات الأسبوع. كما قلت لك في الأول، المقابلة كانت صعبة بزاف والحمد لله اللاعبين عرفوا كيفاش يسيروا هذه المقابلة في الشوط الأول، والفوز يعني لا فيكتوار لي ميري، كنروحوا النهائي باش نتوجوا بهذه الكأس إن شاء الله. صافي 19 اون جياس كما راحت لا فينال كوب دافريك، ورانا ولينا اليوم ان شاء الله بور كوبا تتوج. رانا نخدموا، انا نتعبوا، انا نعياو، ماناش نخدموا غير في الصطاد، انا نديروا دي سونس فيديو. دونك باش نقول لك حنا درنا اوبجيكتيف لا فينال ولا ما درناش اوبجيكتيف لا فينال، رحنا ماتش بار ماتش. كو بروبليم سيتاني جاونا بزاف لي زوبستاكل عانينا، دونك سي بون اون سي ابيتيي دوك لي بروبليم، عرفنا كيفاش نجيري والحمد لله ربي وفقنا هذا الفوز هذا. عملنا اخطاء، ما نعرفش البونتو اللي تنحى الفريق المولديه بوتيتر هو المنعرج، البريسيون اللي صارت على التحكيم في ما بين الاشواط كبيره ياسر،
بدل التحكيم زوز مخالفات نتاع الاهداف بالنسبه لي مش اهداف، اما هذا مش هو اللي خلينا خسرنا المباراه. اللي خلينا خسرنا المباراه باش تلعب ضد المولديه في العاصمه باش توصل 5 تيتاتات تراتيهم، دونك ما تنجمش تربح مباراه. يوم مهم في تاريخ النادي. لماذا؟ لان اول سبونسور راح يكون في المايو او التيشيرت تاع الفريق. يعني احنا اللي ضيعنا الفوز اليوم، ضيعنا عده فرص خاصه الشوط الثاني. معطيات المقابله كانت مقابله صعيبه، اللاعبين راهم مشكورين وين ما نكذبش عليك، فوتنا اسبوع صعب. طبعا كانت اهم التصريحات بالنسبه لي الاسبوعي الكروي نسيم مسري. اي تصريح تختار واليك التعليق؟ تصريح يعني تاع مولوديه الجزائر وين لعب تكلم نبيل العماره نحيوه، وما يعني مولوديه هذا الموسم كان عندها مشاكل كبيره، يعني من ذاك ويكون عندهم مشكل ما يخليهمش يستمروا يعني في النتائج يوصلوا المسيره. اليوم كما قالنا نبيل العماره انهم اللاعبين تاقلموا مع هذه المشاكل، وربما يعني اللاعب اليوم يتاقلم مع الحراره الحاليه ويتاقلم مع المشاكل مع كل شيء. دوك ولاو اللاعبين تفهموا ولاو يعني يكونسونطريو غير مع الخدمه تاعهم والمباريات، ولا يعني لي بروبليم كاينين يعني ما حشين نقصوا ما مولوديه لا تنتهي من اللي نعرفوها والمشاكل اللي تعرفوها هي في المشاكل. طيب طالما انا بالنسبه للتصريح تاع مساعد المدرب وفاق سطيف تكلم على حاله تحكيميه، وفي نفس الوقت عرف انه ماشي هذيك هي الحاله هي اللي خلات فريقه يخسر. صحيح انه تضييع الاهداف في المباراة هذيك هي اللي خلات وفاق سطيف، لأنه الآن وفاق سطيف في مباراة أمام ولدت الجزائر ما يلوم غير نفسه، لأنه لما تلحق في الشوط الثاني 5 فرص أمام الحارس وتضيعها ما تلوم إلا نفسك. عودة مولودية الجزائر هذا هو تضييع الفرص، هو اللي خلى مولودية الجزائر من الناحية النفسية أنه عاود رجع فعالية فازت أمام الفرص طبيعة الحال، لأنه فعالية مولودية الجزائر 3 فرص 3 أهداف. نعم فعلا الياس نمر تصريح تاع المدرب تاع الرئيس تاع نجم مقرا نحيوه ثاني كي الحق لا فيناس دين بالله حاجه. نعم فوالا، وانا ما نطلب السلطات مثيله ثم يعاونوا الفريق هذايا ويقول لك برومي سبونسور يتعلق في تريكو. مضى 5 اتفاقيات كامله الله يبارك، 5 وخموس يفتح الله يبارك 5 وخموس يحكي قال لك كان ضيف العدد في الاسبوع الفارط قال الحمد لله سنمضي اتفاق. الحمد لله احنا ماذا بينا ان شاء الله هاد لي سبونسور هادو ما يكملوا معاهم طيله العام مش بالمناسبه فقط شي ان شاء الله يكمل هكذا ان شاء الله ومبروك عليه فوالا كيوفلا فينا الحمد لله. طيب اليك سكرين. والله اللي حبيت نقول هذا لي تخص التحكيم من مساعد المدرب ده لي تارق مساعد المدرب لما يقول الهدف تاع المولوديه خلات الحكم كذا، ولكن في نفس الوقت تستعرف باللي كي تضيع بطبيعه الحال ما نحصلوش غير في الحكم، نحصلو في روحتنا احنا. وتاع المناصر شبيبه القبائل اللاعب شبيبه القبائل اللي قال بعد 19 سنه احنا رانا في النهائي. طيب خلينا نبقاو معك دائما بالنسبه للحكم المنتظر لمباراه شبيبه القبائل امام الرجاء المغربي يوم العاشر من الشهر بكوتونو. انت دور على الاوراق وانا خليني نروح عند طارغول. صراحه توقعاتك لهذه المباراه خاصه انه الرجاء المغربي لعب كل مبارياته وشبيبه القبائل ستلعب ايضا كل مبارياتها من الثوره الى مباراه نجم مقرى ولو انه اخرت بساعه ستلعب على 8 الليل. والله محمد التكهن ما يقدر حتى واحد يتكهن لك، لانه نهائي فريقين يتعرفوا بعضهم، فريقين في المجموعه لما كانوا في الدور التمهيدي وفي المجموعات كل واحد يعرف نقاط قوه ونقاط ضعف تاع الفريق الاخر. حتى في النصف النهائي لما شفنا فريق الرجاء شفنا انه صحيح انه تاهل بضربه ترجيح، ولكن امام بيراميدز ايضا امام بيراميدز المباراه نعم. الاولى تعادل 0-0، المباراه الثانيه نفس الشيء. هذا ما يخلي انه حتى فريق الرجاء داير هدف مسطر منذ بدايه الموسم، يعني طيب. ماشي بالمباريات ما توقعش نفس سيناريو مباراه نهضه بركان اللي هو صاحب الكاس. هذا هو قطعها ناحيه اللي قريت لي الافكار يعني سبقتك الحمد لله. سبقتني الحمد لله. يقدر يكون نفس السيناريو امام مثل نهضه بركان. طيب نسيم الشريق، ما هي ربما الامور او الجزئيات التي بامكانها صنع الفارق لصالح شبيبه القبائل في مباراه النهائي؟
نظن الفريقان كما نشوفوا الرجاء البيضاوي فريق ذو خبره كبيره، عنده تقاليد في الكؤوس، عنده تقاليد وخاصه في رابطه الابطال يوم راح نشوفوه في نهائي كاس الكاف. بلا من نصغروا يعني شبيبه القبائل اللي هو كذلك عندها الروح الخاصه، عندها خبره كبيره، ولكن اليوم نقول باللي المقابله هذه راح تلعب بالخبره ضد الاراده، يعني نقدر نقولوا اللاعبين تاع الرجاء عندهم خبره كبيره في في, في الكاس، ولكن شفنا احنا شبيبه القبائل الاراده تاعها هي اللي صنعت الفارق يعني في كل مباريات، وشفناه الفريق هذا يسافر خارج الوطن يسافر مليح وعاد بكل المباريات، كل مره كان يسافر كان يفوز، كان يفوز. دونك يعني المقابله هذه ما راحش ما نظنش راح تكون عليه صعيبه، نقدر نقول لك 50-50%، خاصة أنها تلعب في ملعب محايد. قلنا 55 بالنسبة للشباب. لا ما تقدرش. قلنا 55. لكن أنا قلت لك الإرادة تغلب الخبرة. نعم. 90 دقيقة تقدر. تقدر. تقدر الإرادة تلعب في ملعب محايد وفي مقابلة واحدة، دونك إن شاء الله احنا نتمناو شباب تقابل أن ترجع بالكأس إن شاء الله. بإذن الله. طبعا ذكريني بالنسبة للحكم، كل الخوف اليوم سيكون من الحكم رغم حضور الفار. انا رغم الفار ما تخافش من الحكم، اقول واكرر رغم الفار فيه اخطاء تحكيميه. نعم. بالفار حتى في كاس اوروبا مقبل فقط الدنمارك وتشيكيا، هدف اول هدف تاع الدنمارك لم تكن ركنيه للدنمارك، احتسبوا ركنيه وسجل من الركنيه هدف. الاخطاء لان من يسير الفار هم حكام يسيرون الفار. المباراه النهائيه تاع شبيبه القبائل يديرها حكام سباعي التحكيم من 6 دول. الست الدول هي جنوب افريقيا، انغولا، البوروندي، اللوزوتو، زامبيا والكونغو. هذه 6 دول هما الحكام تاعها اللي راح ينشأ. لماذا كي يقولوا لماذا من هذه 6 دول؟ لان بتقنيه الفار مش مشكل تنسيق، لا ما فيش مشكل تنسيق، لانهم كلهم احنا جمال حيمودي دار المباراه المصغره نهائي كاس العالم كان معاه عاشق رضوان من المغرب كحكم مساعد ثاني مع عبد الحق تشالي. لا العالم باسره الان احسن الحكام في افريقيا هما اللي جابوه. فيكتور ميغال غوماز الحكم جنوب افريقي واحد من احسن الحكام في افريقيا بكل صراحه، هو من مواليد 82، حكم دولي منذ سنه 2011، ادار 74 مباراه دوليه، عنده الخبره عنده التجربه، اعلن عن 11 ضربه جزاء و200 بطاقه صفراء في 74 مباراه وسبع بطاقات حمراء، لا يستعمل البطاقه الحمراء كثيرا، وهو اللي ادار المباراه النهائيه بين الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب في 2018، وحكم فرق جزائريه اتحاد العاصمه وفاق سطيف مولوديه الجزائر، عنده التجربه مع اللاعبين الجزائريين، عنده الخبره مع اللاعبين الجزائر، لم يحكم ابدا شبيبه القبائل. على الورق وشفناه في عده مباريات حكم ممتاز، ولكن كل مباراه ولها خصوصياتها ولها اهميتها ولها عده امور، يعني بكل صراحه ما نقدروش نحكم نقولوا خلاص هذا، لا كاين اشياء قد تحدث لا نعلمها الا بعد المباراه. يعني طيب هذه بالنسبه للتحكيم. الياس بن صراحه مستوى حراس شبيبه القبائل كيف تجده هذا الموسم؟ لانه شفنا انه خاصه بنبوط حاضر في المباريات يعطي ثقه بالنسبه للدفاع اللي هو نقطه قوه شبيبه القبائل. بنبوط صافي دوزون من عام اللي فات وهذا العام راهو الله يبارك تانيك بون شكرو تانيك مدرب الحراس عمر حملنا تانيك يعاود رد له على طالو الثقه هذه، ما هو عنده خبره في كاس افريقيا او يدير في موسم رائع، ما يخفى لك تانيك هذا الحارس راهو في لا فينال وشي. احنا نتمنى ان شاء الله ان شاء الله لا فينال هذه يزيد يمد لهم الثقه اللي لازمه، خاطر هو كسب الثقه خلاص دوك حارس كيما بنبوط احنا نقدروا نقولوا بلي صاوا 70% ولا 80% من الفريق بارابور بارابور العام اللي دوك هذيك او بارمي لي كادر. هذا العام جابوا دي جوار رجال وهو كان صافي دو زون دوك هذا العام الحمد لله دوك هو كيما هو كادر دوك انا ان شاء الله في لا فينال ان شاء الله يقدر يكون على لاوتور ويفرحنا ويفرح شباب القبائل. هذه زياده لينا احنا كمدربين نشوفوا حارس كيما بالبوط هذا حيدير النهائي
هذه حاجه تشرفنا احنا ان شاء الله، نتمنوا كاع الحراس ان شاء الله اللي يلعبوا في الفرق الكبرى كاع يشاركوا في النهائيات. وهادو في لي ماتش هادوما كيما حنا نقولوا في لي بيغ ماتش هادوما، وين الحارس يقدر يدقدق الفريق الوطني، ويقدر فعلا نهار تلعب لي ماتش فينال هكذا تقدر تقول انا ويعني نقدر نكون عند تكون امبيسيوس تلعب في ليكيب ناسيونال. مي نهار تلعب دي ماتش كيما نقولوا جو جوست وتقدر ما تقدرش تهضر بارابور دوك النيفو تاع ليكيب ناسيونال وهي الفي. انا نشوف ان شاء الله انا بالبوط يقدر فوالا ان شاء الله ولاد دارك كوب دافريك ان شاء الله. احنا نتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى. طبعا هو ما نتمناه لكل منتخباتنا ولكل فرقنا، للمنتخبيه الوطنيه الجزائريه لاقل من 20 عاما الذي مثل ما قلنا تأهل إلى مباراة نهائي كأس العرب. وبالمناسبة غرد السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا عشية عيد الاستقلال هي النخبة الوطنية الشابة الصاعدة لأقل من 20 سنة تقدم للشعب الجزائري إنجازا كرويا باهرا بتأهلها لنهائي كأس العرب. برافو وكل التوفيق في النهائي بحول الله، هي تغريدة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذه اللحظات للمنتخب لأبناء الجزائر لأقل من 20 عاما الذين تأهلوا بعدما لم يرشحهم أحد. مرة أخرى الجزائري يصنع دائما المعجزة في التوقيت والزمن المناسب. زكري، نعم يعني بين بأن القيادة العليا للدولة مهتمة بالرياضة، مهتمة بالفرق الوطنية، والدليل على ذلك أن السيد رئيس الجمهورية بعد نهاية المباراة بدقائق يبعث برسالة للشبان الجزائريين ورانا معاكم، ماذا بكم من أحسن وأحسن إن شاء الله لما تجيبون الكأس للجزائر نفتخر بكم وتكونوا أنتم قدوة إن شاء الله للمستقبل، ولما أنتم خليفة المنتخب الوطني الحالي إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا والأكيد أن المحطات الرياضية والكروية كبيرة ومنتظرة بالجزائر من الشان إلى ألعاب البحرية المتوسط إلى أيضا كأس إفريقيا لأقل من 23 عاما بالجزائر، والدولة سخرت الإمكانيات المنتظرة في انتظار الانتهاء من الملاعب بالدويرة وأيضا بتيزي وزو وببراقي بعد تسليم أيضا الملعب الأولمبي بمدينة وهران رسميا، والانتهاء من ترميم ملاعب قسنطينة وكل هذه الملاعب طارغول التي من شأنها صراحة إعطاء بعد آخر لكرة القدم الجزائرية، لأن الكرة الحقيقية تلعب على العشب الطبيعي وليس على الاصطناعي. طبيعة الحال خاصة يعني مباريات الكبيرة لما فرقنا تتأهل للنصف نهائي والنهائي نقدروا الآن بما أنه فيه سيرة جديدة تاع لعب النهائيات خارج يعني ما صبحتش كما كانت ذهاب وإياب. نعم. يعني في بلد محايد تقدر الجزائر بهذا المبادرة وهذا الأسباقية أنها تقدر تنظف مباريات مثل هذه وتعطي صوره اكثر، لانه الان نقدر نقول انه المصريين نوعا ما عندهم الاسبقيه هذه. نعم. كل مره فيه مشاركه توفر الهياكل القاعديه بالدرجه الاولى القاعديه. نعم. ويعني لوداس كما نقولوا احنا. نعم. يعني مصر وجنوب افريقيا هاد البلدين يعني ياخذوا يعني الانيشيتيف يقول لك اني ننظم رغم المشاكل اللي موجوده في البلاد، ولكن يقول لك على الاقل من ناحيه يعني اللوجيستيكية او حد من ناحيه خاصه سو البلون توريستيك. نعم. سياحة. يقول لك باش نعاود نرجع السياحه تاعي نبداها بالرياضه، وهذه نقطه بالنسبه لنا حنايا نقدروا نستثمروا عفوا فيها وتعطينا الاضافه ان شاء الله كما قلت انت يعني المنشات المتبقيه اللي مازال ما كملتش. طيب من الدقيقه الثالثه الى الدقيقه الثالثه والثلاثين، والان وقفه خاصه بقلم طارق بوفليح، نستمع ثم نعود لنناقش. هو اللاعب رقم واحد وأول من يدخل الملعب ليقوم بعملية الإحماء، هو أول من يصطف قبل بداية المباراة، هو المعروف عن دوره لقب 50% من الفريق، غير أنه يبقى اللاعب الوحيد الذي لا تسلط عليه الأضواء، والحديث عنه يختصر للأسف حينما يرتكب الأخطاء، ولو أن الأمر منطقي لأن أخطاؤه هي أهداف محققة، غير أن تألقه يمر مرور الكرام في أحايين عديدة، والدليل يقال لمن لم يتلقى أهدافا كثيرة أحسن دفاع، هذا هو حارس المرمى. وبالعودة إلى بطولتنا المحلية، الحديث مؤخرا أثير حولهم بعد أن كثرت التساؤلات حول خليفة الحارس الأول للمنتخب على الأقل بعد اعتزال وهاب رايسن بلحي.
فالخضر تاريخيا عرفوا استقرارا كبيرا في المنصب، بداية من عبروخ كاوا سرباح حمناد حنيشاد عاصمي وصولا إلى قوو بن حمو، إلى حين مجيء الرئيس الذي عمر أكثر منهم. الملفت للانتباه تقارب المستوى بين مختلف حراس الفرق العشرين أو حتى بين حراس الفريق الواحد، ففي فرق المقدمة على سبيل المثال الاستثناء جاء من صاحب 32 عام سفيان خضيرية الذي استرجع شبابه وجعل من فريقه وفاق سطيف الأفضل دفاعيا حاليا، ما تألق زكريا سعيد في شبيبة الصورة ليصبح الحارس رقم واحد في ثاني مواسمه، وتمكن من لعب 22 لقاء بعد أن شارك في 4 فقط الموسم الماضي. أما فرق شباب الوزداد ومولودية الجزائر فحراسها لم يثبتوا على أداء واحد، ما كلفهم عدم استقرار في المنصب وتغييرات عدة خاصة في المولودية العاصمية. لتيم من مولودية وهران ضنبوط من شبيبة القبائل مجدل في أولمبي المدية أداؤهم أيضا كان ملفتا. ليبقى الحارس الجزائري في مهمة البحث عن مستويات أفضل وتكوين يليق بتاريخ من سبقوهم وشق طريق الاحتراف الذي سيفتح لهم آفاقا أفضل. طبعا هي وقفة خاصة عند حراسي المرمى وبحضور أهل الاختصاص. مباشرة إليك نسيم، تعليقك حول الموضوع، لماذا دائما ما نسلط الأضواء على الحكام في الأخطاء أو على الحراس في الأخطاء فقط؟ عفوا للحراس، الحكام والحراس نفس حكام والحراس نفس الحكام والحراس هما اللي يعني الحارس لما يدير مقابلة كبيرة الفريق كل ياخذ التشجيع، ولكن لما ينهزم نبدا لك بهذه يعني لما ينهزم الفريق يشوفوا كيفاش نهزم الحارس. دونك يعني يا صحيح بعد الروبورتاج اللي دار طارق يعني ما ناش نشوفوا يعني حراس ذو مستوى كبير، يعني نقدر نقول لك ما نشوفوا حارس يعني قاعد في تصاعد ناسق تصاعدي، نشوفوا حارس يعني في البطوله يدير مقابله اثنين ومن بعد المستوى تاعو ينزل. دونك هذا راجع لعده اسباب. لماذا راجع لعده اسباب؟ لان ربما يعني العامل اللي يكون مبرمج يعني في الفريق ماهوش منظم من ناحيه يعني في السابق كان كما نقولوا المدرب الحراس يعمل مع المدرب الرئيسي ويخليه يعطيني يعني يخدموا على برنامج واحد ويخليه يطور المستوى تاع الحراس. وربما ثاني كاين مشكل اخر انه الاختيار تاع الحراس ما يكونش من طرف مدرب الحراس، يعني لما يجي مدرب الحراس للفريق يلقى ثلاث حراس موجودين. هو المدرب الحراس يعني في الاكابر راح يعمل على تطوير الامكانيات تاعهم، وهذا اللي الشيء اللي نشوفه ان الحراس يعني في المواسم هذو الاخرين ما برزوش يعني بقوه. ربما الجانب الاخر تاع المنتخب الوطني ربما لما شافوا وجود مبولحي ربما يقول لك ما عنديش فرصه باش نكون في الفريق الوطني، وهذا خطا كبير. باش تكون في الفريق الوطني لازم تكون في الفريق تاعك يعني في مستوى كبير، والدليل شفنا يعني استدعاء مجدد لازم يعني العامل يكون قاعدي هذه حاجه مفروغ منها من التدريبات. طيب يكون قاعدي قبل يعني. نعود لك الياس بن حاحة، صراحه اليوم ما دام الفرصه متاحه للحديث لتسليط الضوء، هل تملك انديتنا كل امكانيات لتحضير حراس وتكوين حراس كما ينبغي؟ اوه جا لا بروف لو فات اون طيلي في طرطو الغارديان ماشي بروغريسي، كان دي تيران مي الغارديان ما باس مع طرافاي سبيسيفيك. هذه كاين لي كلوب ما عندهمش مابا ماتيريال بيداغوجي سبيسيال غاردين بيت شي هاد جي هادو ماشي دي بوين مي الغاردين ماشي بروغريسي. وكما قال لك نسيم، صافي دي بوين تاع المدرب تكون معاه، كاين المدرب اللي يعطيك وقت تاع التحضير تاع الحارس، وكاين المدرب اللي ما يعطيك يقول لك انا اعطيني 10 مينوت نسحق غارديان، فهمت؟ مي هذا ما نقدروش حنا نكونوا، ما نقدروش نلقاو سبه في هذا الشيء.
مي دوك لي غارديا اكطويلمون في الجزائر بارابور تانيك الجهيد الكورونا تانيك نقصت بزاف امكانيات الحراس. نعم. مي خفالك شعبك دوك الجوار في فيروضه تاع كورونا كان يلعب في الحومه يلعب برجله يلعب، مي الغارديا ما كانش يلعب غارديا يروح يجري يونطريني بعدك سيمو كان يلعب برجله هو يلعب برجله مي لو طرافاي لو بي تاعو سي طرافاي سبيسيفيك دوك تاع غارديا سيمو. نعطيك بك ان اكزومبل غارديا اللي كان يلعب العام اللي فات تلقاه سيمو ما لعبش سات مو ما لعبش دوك هاد العام علاش ما كاش غارديا لو باين فريمون باين ماشي ما كاش انت تشوف خضيريه ويلعب ليكسبيريونس توزي ما موش يلعب ليكسبيريونس سيدريك بليكسبيريونس فوالا سيدريك دوك ما كاش غارديا زعما ديك لونو سيدريك فريقه للاسف تلقى 45 هدف يعني وضحيه لفريقه غارديان شي لما يكون عندك دفاع مليح نهضروا بالارقام مادام انه نتحدث عن الدفاع افضل دفاع لحد ساعه في البطوله هو وفاق سطيف ب 18 هدف في 27 مباراه ثم شباب بلوزداد 18 هدف ايضا في 26 مباراه وشبيبه الثوره 18 هدف في 27 مباراه. بالنسبه لشباب بلوزداد عنده مباراه متاخره، شباب قسنطينه 19 هدف في 27 مباراه وشبيبه القبائل 19 هدف في 25 مباراه. تقييمكم للحراس الخمسه؟ ويعني باش يكون عندك نبداو بخضيريه 14 هدف في المباريات اللي لعبها لانه خيري باركي شارك في 3 مباريات تعويضا لخضيريه. خيري يعني نقولوا هذا الموسم راه في المستوى يعني لما تشوف تسجل على 14 هدف 14 هدف في 24 مباراه في 24 مباراه يعني راه نقدر نقولوا في المستوى هو والدفاع تاعو معدل 0.65 لما كما قال لك الياس هذا الحارس راه يلعب بالخبره فعلا لان الخبره تلعب دور كبير يعني في الفريق وهذه يعني لما يكون عندك حارس عنده خبره ماشي كيما حارس يعني راح يكسب بالخبره في المباريات نقدر نقول لك دائما يكونوا في الدفاع يكونوا احسن. طيب بالنسبه لقايا مرباح وتوفيق مساوي هذه الثنائيه ايضا في شباب بلوزداد توفيق مساوي 17 هدف في 27 او في 21 مباراه بالنسبه له 1800 دقيقه لعب مقابل قايا مرباح هدف في 6 مباريات فقط. نو لي ماتش اللي داره مساوي دار دي ماتش في القمة. أنا مضام أنا بيرسونالمون دونك ما تحبش الأرقام؟ والله دونك غارديا خاطش عباك غارديا مديور واش يونكيسي كيكون عندك دفاع كيكون عندك دفاع قوي الحارس كيما نقولوا حتى يكمل فوالا يزيد يكمل عباك يمد هذاك البلوس فعلا عندك كي تشوف سيديك أن إكزومبل نعطيك أن سيديك سيديك لي كاليتي اللي عنده ليكسبيرونس اللي عنده كي عنده دفاع ضعيف راك تشوف شحال يونكيسي دونك أنا كنشوف غايا فوالا شوف مساوي تانيك ادى او يؤدي مقابلات لاباس بها ولا بروف كونفوكا ليك ناسيونال غايا تانيك لا بروفيتي لوكازيون دونك هذيك فهاد فهاد هذيك كات ماتش ابارامون يلا فيها ويدير دي ماتش في القمه حنا نتمنى لهم الزوج النجاح فوالا تخشي ان شاء الله حنا ماذا بينا حنا ماذا بينا هاد لي نو هادوما كيما مساوي غايا ولا شعار ولا حنا ماذا بينا هادو اللي عندهم خبره ماذا بينا يعاودوا يولوا لافون تاعهم واش ان شاء الله يمدوا البلوس للفريق. طيب خليني نبقى معكم كيف تحكم على حارس انه جاهز لي لعب مباراة أساسيا مقارنة بالحارس الآخر. فلاسيمان جا تشوف فلاسيمان جا لا لا جا 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 يا على باز جا هدي أن غران كلوب ما عنده غارديا باين. هادي تخشي حارس واحد؟ وهذا هو المشكل هذا هو المشكل في فرقنا دائما نديروا حارس أول حارس ثاني عفوا ما نديروش حارس أول ما نديروش حارس ثاني لازم يكون نخليوها دائما لازم يكون الرضي كل حراس لا لازم يكون كل واحد المستوى تاعو في الفريق لازم يكون حارس أول عنده مستوى كبير الحارس الثاني يكون عنده ما يكونش نفس المستوى ولكن يقدر يطلع المستوى للحارس الاول. طيب نسيم في زمانك انت ما كانش كاين الامكانيات موجوده حاليا يعني صراحه صحيح. ولو انك ما زلت شاب ولم تعتزل يعني من 10 سنوات يعني 4 سنين كيف كنتوا تسيروا هذه الامور؟ وش هي الامور اللي كانت تصنع الفارق؟ شوف وجود المؤطر لازم ولا وش هو الامور؟ لازم مؤطر لازم احنا الحمد لله شرفوا علينا يعني مدربين كانوا في المستوى كانوا حراس قدامى وتعلمنا منهم صحيح ما كانوش امكانيات كبار هكذا ولكن كانت عندنا اراده كانت عندنا يعني حابين باش ننجحوا هذا لازم يكون يعني الهدف الاول تاع الحارس انه لازم يلحق الهدف تاع المستروى الفريق الوطني لما يكون عندك هدف لازم تنجح تقدر يعني بامكانيات بسيطه وتصنع الفارق وحنا في يعني في وقتنا كانوا يعني حراس كبار كانوا في كل فريق موجودين حارسين يقدروا يلعبوا في الفريق في الفريق الوطني اللي ما راناش نشوفوها دوكا وين
هذا هو الامر الغريب، لان البطوله الوطنيه كانت تمنح يعني حراس. قواوي مثلا قال في البرنامج يجب على الحراس اليوم في البطوله الوطنيه الاحتراف خارج البطوله الوطنيه حتى يطمحوا للعب في المنتخب الوطني، من يوافق؟ لا لا احنا جامي انا ما وافقوش الراي، لان جامي كان حارس فريق الوطني يعني يلعب في خارج الوطن إلا 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 مبولحي يعني في الموسم الأخير. يعني نطلق على سنعود للنقاش، لكن قبل ذلك يرفع على مسامعنا الآن صوت أذان العشاء بمدينة الجزائر العاصمة وضواحيها، فلنستمع لصوت الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. دقات الشوط الثالث متواصلة بحديث عن حراس المرمى في البطولة الوطنية، وكنا قد توقفنا عند رأي للحارس الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري وشبيبة القبائل والناس قواوي، الذي قال أنه على الحارس في البطولة الوطنية الاحتراف خارج هذه البطولة ليطمح في اللعب بالمنتخب الوطني. هل هذا لضعف المستوى أم لماذا؟ لا، هو ربما يتكلم مع الامكانيات اللي موجودين يعني في اوروبا. ما تخبالكش باللي اوروبا هما يعني يكونوا الحراس، ما كحتى حارس من عندنا يقدر يلعب في اوروبا يعني في الاصغر، ولا ما عندهمش نفس الحظوظ مثل اللاعبين الحراس.
ونقدر نقول لك عندهم مدارس هما اللي تكوينها. عندهم مدارس معروفين يعني المدرسه الفرنسيه عندها تكون الحراس الالمانيه يعني دائما هما يكونوا الحراس. العكس احنا هنايا وين ما نقدروش نديروا التكوين تاع الحراس وهذا اللي ربما يخلي المستوى يعني تاع الحراس في فئه شبانيه لا يوجد نهائيا مدرب حراس. لا يوجد وهذا خطا كبير. لم الحارس يرجع يعني يبرز الا في الاكابر هو خطا. لازم يكون مدرب تاع حراس في الاصغر. مدرب واحد يقدر يشرف على الفريق مينيم كادات وجينيور. نعم. يقدر واحد يعني ما يكلفش كثير لكل الفرق وهما ما يحبوش يعني يستثمروا في الحراس. ونقدر نقول لك كل الحراس اللي لعبوا في المنتخب الوطني يعني من السبعينات الثمانينات التسعينات كاع كانوا مخرجين يعني البطوله الجزائريه وكانوا حراس كبار وكانوا يعني في المستوى. طبعا طارق يبدو انه يرتعش للحديث في هذا الموضوع. اليوم قاري الافكار تاعي. انا بالنسبه للحراس اللي ذكرتهم تاع الفرق يعني نجيب غول طبعا. لا لا الاخ نجيب الاخ نسلموا عليه طبعا طبيعه الحال نسلم عليه ولكن يعني يحكي معك في هذا الموضوع. لا ماشي هو والله عنده نفس النظره مع الياس ولا مع ناسيم والله نفس. انا بالنسبه لي نشوف الحارس اللي يقدر يعني تكون عنده يعني الدقة في المنتخب الوطني هو الحارس المرمى بنبوط. نعم. ننتظروا برك المستوى تاعو كما قال الياس في النهائي. نعطيك إحصائيات بنبوط في البطولة الوطنية. لأنه شو محمد بنبوط تلقى 14 هدف في 18 لقاء بالنسبة للبطولة الوطنية. محمد والله ما نحوس أنا المستوى تاع الحارس كيفاش يديروا ما نشوفش هل ترى تلقى ولا ما تلقاش كيفاش. نعم. تعامل مع لقطه كيفاش لما خرج لاعب يعني امامه كيفاش تعامل معه كيفاش كان يتكلم مع تصدياته هذه التصديات تاعو كيفاش يتعامل مع المدافعين تصديات حاسمه نعم. كيفاش يتعامل مع المدافعين تاعو تصدي حارس المنتخب الوطني اليوم لاقل من 20 نفسها نعم. نفسها هنا نقدروا نتكلموا على هذا الحارس ونتكلم عليه الياس. هادو هما الاشياء اللي يخلونا نتكلموا على حارس المرمى. انا بالمباريات اللي شفتها شبيبة عندها حاسمه عندها بنبور وعند الحارس الثاني محمد حديد 19 سنه ايضا 19 سنه وعندها قوه ويدخل الفريق الوطني بنهائي كاس الكونفدراليه وعندهم حتى كان في اتحاد العاصمه رمضان نعم شاب رمضان كان في مولده الجزائر وتنقل انا بالنسبه لي المباراه اللي اداها الحارس المرمى بنبوط تقدر بالنهائي لو يقدم مباراه مليحه ويعني يكون سبب انه شبيبة نعم. القبائل يتلقى يعني اللقب يقدر نقدر نقول لك 80% يكون بإذن الله تعالى. طيب الياس شاهدنا ايضا ظاهره تقريبا غريبه عندما يضمن حارس ما مكانته الاساسيه الحارس اللي معه يغادر الفريق وتغيب المنافسه كغياب ليه المنافسه هل يؤثر بدرجه كبيره على مردوديه الفريق لانه الحارس بعدها يقول لك ضمنت مكاني يعني المستوى يروح تلقائيا. مولوديه الجزائر مثلا ثلاث حراس بنفس المستوى تقريبا لاعبين نفس العدد لكل حارس. شوف الحكوان المولودية بوكو بلوس المولودية هذا العام كان شعال كان صالحي وكان بوطاقة جاو كما حكينا توجع على بيريو تاع كورونا جاو تقوشي باسك راهم بين تاتا موقت كومبيتيسيون بوطاقة ملي جا المولودية ما لعبش شعال صالحي عام ونص كيف ما لعبش وشعال بون كان يلعب بارابور شعال ساعات كان سبيسيال شوية بارابور الضغوطات اللي كان عايشها. مدرب نغيز هضر معاه قال له بلي فوالا قال له احنا ماذا بينا بريزيرفيوك خدم وكذا وكذا ميم في لا بريباراسيون اون انطامي لا بريباراسيون كيف ميم طون جو طرافاي كان كلش كيف كل واحد في لا بيريود هذيك واش شفنا بوطاقة هو فوالا ماتش بروديكسيون تاعو كان فوالا في لا ماتش بروديكسيون كان بليز ايدي بارابور لي دو غارديان يبان المدرب نبي نغيز وشاولني قعدنا نهضرنا على السوجي هذا قال لي بان كومونسيو بوطاكا لا بري بوطاكا لا جوي دي ماتش وما خسرناش فيهم ولعبنا به كاليفيكاسيون مع صفاقس الي روتور مشيت شو الكارديا كي تعطي له تعطي له الثقه هو هذا بوطاكا ما كانش كاع في دو زون ما كانش اكزيستي كامل في المولوديه بون كان في بليده ما جا المولوديه كان حارس جيد في البليده فوالا ما دا في المولوديه جا تروازيام كارديا هذا العام طاحت ولا شونس ثانيك دي ماتش ما لعبش تلعب انت شامبيونز ليغ الحمد لله صالحي ريفينو صالحي عنده الخبره عنده الاكسبير احنا بوكو بلوس احنا حبينا نعاودو نردو له الثقه ديالو هذه وعباك وقال ديما يلعبش عام ونص لازم بالعقل دوك انا شو احنا في المولد عندها غارديان نيميرو 1
هذه مولودية اليوسما عندهم هذه الأسباب هي اللي خلت مولودية ما يكونش عندها الحارس رقم واحد والحارس رقم اثنين. سي نورمال خاطش دوك حاجة دوك أكتويلمون دوك اللي طروا كارديان راهم يلعبوا اللي طروا كارديان كيب بطاقة بس عندهم كاع ميم طون جو. حنا ماذا بينا حنا كنا متمنيين مام المدرب كان متمني يكون الحارس يحكم يدي يحكمها يدير ماتش دو ما طرو ماتش كارت ماتش خلاص يتنحى. حنا ماذا بينا هادشي. طيب هذا الأمر كان مع بطاقة في البداية ثم شفنا بطاقة في آخر مباراة خارج الموضوع نهائيا. هل الموضوع عنده علاقة بالتحضير النفسي أو ماذا حدث بالضبط البطاقة مدام أنه جات الفرصة أنه نتحدث عن هذا الشاب لأنه أنا شخصيا شاهدته مع اتحاد البليدة أو سواء مع مولودية الجزائر مشروع حارس رائع صراحة. الحارس عنده إمكانيات قلنا مشروع حارس الحارس عنده إمكان حارسي عنده إمكانيات وأدى مقابلات كبيرة لا بروف وكان عوامل اللي احنا بالك المدربين على بالناش بهم وانت وين الحارس يجي التدريب الحق الى يومنا هذا جامي غاب على تحضيرات على عنده انضباط داخل مجموعه لذلك التصرف كان غريب في الخدمه ديالو وجامي كان عندي مشكل معاه في كوتي تاع مي دوك تشوف انت حارس الروندمون تاعو نقص عباك وحنايا احنا البروبليم ديالنا تاع وانا شحال حتى نقول لهم قولوا انا راني اونطير دي غارديان صح هاني خوكم الكبير وحكي لي عندك مشكل عائلي ولا حكي لي خاطر نصوتو حنا باك اللاعب يجي يلعب بالك مورا ديالو ماهوش مليح بالك راه مريض يقول كان وكان ما لعبش يلا بروفات لنا ماتش عندنا ماتش مع المليله هو كان لاعب تما كيما اونكيسينا غير 3 بيت في هما داك يتكسر معاه مول الماتش قلت له علاش تخرج قلت له علاش خرجت واش يقول لي قال لي شيخ واش حسيت روحي بلي شي تحس بلي مازال عنده ديك لا جوناس هذيك هذا مباراه الوداد المغربي ما تبدا المقابله لاباس بها نعم ما داك طاف يديروا لا جينس حجري مور لابيت داك دوك تاك شرف فريق كبير مدير الجزائر راك لعبت كره الوداد هذه حاجه كبيره عليك المنافسه منافسه افريقيه انت تعرفها جيدا لعبت نهائيين في كوس افريقيا المفروض انه يكون فيه تركيز اكثر نسيم بيان والله غير شوف النهار لا في تاع الماتش حضرنا وقلنا له تلعب وكذا والحق في المان في المقابله كان المقابله ادى ما عليه ادى مقابله انا بس بها بعد باك باك فراكسيون سيكوند ترى بيتصفر قال الغارديا جريم انا جريت اكتو صراحه جريت ما لحقتش طيب نسيت شوف هي الحارس لازم تكون عنده شخصيه اولا لما لازم يبني شخصيه تكون قويه وماذا بيا ان الحارس يكون يعني ميمي تحت حارس اخر يعني بالك يعجبه حارس لكن يدي عليها امور الايجابيه يعني دونك يعني الحارس كيكون في الفريق لازم يبني شخصيته ومع المدرب تاعو باش يكون حارس لا عندي سؤال لكم في ثلاثه يعني الضيفين ولي الضيف وابن الدار طارق من يختار الحراس اليوم طبعا انت تقدر ما تجاوبش انا نجاوب من يختار هل بتشاور مع المدرب ام ان المدرب الرئيسي هو الذي يختار وخلاص في بطوله في بطولتنا في كل يعني مدرب الرئيسي مدرب الرئيسي الياس والله غير انا في الاسماء كنت في الاسماء كان معنا مدرب كان كيف روجي كي حمدي لي دي زون لوخ خاطش نقول كانوا عندنا بزاف لي جوار بالليلي فارق النجوم فارق النجوم نعم وفي لا بيرو تاع الاسماء بوكو بلوس كان زيما مش باين نعم مي توجور فروجي توجور يعطيك ديك شكون يلعب اليوم كي هو كي حمد بالمولوديه الحق نغيز عطي لي كاع الراحه ما يمكن كان المدرب عمراني ولا كان عطيني الراحه عندنا عند هذيك الثقه هذيك شكون يلعب يعني انت تختار الحارس اش كان يما ماشي بون ماشي نختار الحارس ماشي انا قلت توجور ترشح الحارس الرئيسي ترشح الحارس المدرب من المدرب الرئيسي توجور هو اللي كلمة تاعو الاخيره اكيد لا بصح من المفروض اسمح لي طارق خلينا نكملوا معنا سيما من المفروض هو المدرب الحراس اللي يختار الحارس يعني. ويتحمل المسؤوليه لانه هو اللي اليوم مدرب حراس هو اللي راه يعمل معاه ولكن بالتشاور مع المدرب الرئيسي ويتحمل المسؤوليه خلينا نروحوا على الطارق نعاودوا نروحوا على الطارق نعاودوا المدرب الحراس مدرب الحراس طيب انا نسال الان سؤال اخر هناك حارس ظاهره صراحه في البطوله الوطنيه اسمه محمد الامين زيماموش في سنه حاليا اكثر نضج ويضمن يمد اكثر ثقه وضمان بالنسبه لاتحاد الجزائر صحيح. تعرفوه جيدا صحيح ويقدم الاضافه لماذا لم ينال الفرصه الكامله في المنتخب الوطني لا شوف لامين زيماموش انا نظن حكايه واحده اخرى
لان زيماموش كانت عنده يعني منذ سنتين منذ ثلاث او اربع سنوات يعني كان رفض رفض نعم بسبب رفضه يعني الاستدعاء الان تم يعني الاستغناء عليه نعم. حتى زيماموش حتى يعني يقدم موسم كامل يعني مستوى مليح طارق خويا باش تلعب في المنتخب الوطني من الاخر نعم. يعني باش لازم يكونوا كل العوامل معك كل العوامل عوامل داخليه خارجيه بينهما باش احنا ما صحت لناش الفرصه باش كنا في المنتخب الوطني ولكن نعم. كانت عندنا باش جينا فرصه نلعبوا ما حصلناش كما يقول الشارف باش نلعبوا والله غالب باسكو كاين عوامل اخرى لازم تتكون في المنتخب انا العوامل هي شوف والله وتكون احسن حارس في البطوله ولكن لما يكونوا امور خارجين من الرياضه يعني من المستوى تاعك ولا تقدر تلعب والله ما تلعبها في المنتخب عنو سرير في وقت من الاوقات كانت عندك مكانه في المنتخب بيانسير كانت عندي بيانسير ولكن لكن نخليوها للضمير خلينا نسمعوا ضمير زكريني ولا الحديث ديمقراطي وشيق والفرصه متاحه تقدروا تتكلموا لا لا انا نتكلم دائما المدربين تاع الحراس لهم دور كبير انا نعطيك ادله قاطعه والياسه وهنايا كندربوا ديجا باسكو الان عوده زيماموش لابد علينا ان نتكلم الفضل يعود كذلك للمدرب الحراس فريد بن ملا فريد بن ملا بجانب الذهني ملي عاود ولا لعب دور كبير فريد بن ملا والياسة ويعرف زي ما مش خير مني قريب ليه دربه أنا حكمته فقط نفس السيناريو منذ أربع سنوات نفس السيناريو ما كانش فريد بن ملا لما رجع زي ما مش رجع يعني بكل صراحة بالنسبه للمنتخب الوطني نظن حتى لا زيماموش هو كل يستدعيوا ما يستناش ما يستناش استدعاء لا هو واحد الوقت هو خلاص عرف باللي دار حد ولكن يعني هنا الفضل اللي كان يرجع كل حراس مدربين الحراس اللي عندهم فضل كبير كما في اتحاد العاصمه زيماموش فريد بالملاط لعب دور كبير باش زيماموش ولا للمستوى تاعو اللي راه فيه طيب ما دام انه دقائق البرنامج المتبقيه سنحاول المرور الى مخلفات الجوله بصور سابقه نبدا مباشره من مباراه وفاق سطيف شباب قسنطينه اعطونا الصور حتى يكون فيه نقاش وتحليل وفاق سطيف طارق وصل التحليق بعد انهزام مع مولوديه الجزائر فاز بهدف لصفر ثمين جدا امام شباب قسنطينه انا نظن بعد الهزيمه ما كانش عنده خيار اخر نعم. خاصه لعب على ارضيه ميدانه امام فريق اللي في المباراه اللي فوز رقم 19 بالنسبه لوفاق سطيف لا شباب قسنطينة فاز بأربعة أهداف يعني جايب بعقلية أنه يقدر يستثمر في التعثر وفاق سطيف ولكن وفاق سطيف أنا نظن عرف أنه هدف واحد ثلاث نقاط هما الأهم تلعب مليح صحيح ولكن في بعض المباريات لما تأخذ ثلاث نقاط أحسن من أنك تأدي مباراة مليحة وتخسرها طيب أنا كنت قلت أنه الفوز رقم 19 والفوز رقم 18 الهدف رقم 57 للفريق 59 نقطة أحسن هجوم وأحسن دفاع لياس بن حاحا بالنسبة لوفاق سطيف. أفضل باركور دان شامبيون. أو يأدي في موسم رائع. دوك ما يخفالكش مازال 30 نقطة. لو بوان حيكون هنا. سيربي ولا 30 نقطة في جو صعب جدا جو صعب. حار. دوك ما كاش في بليك ليبوزي ثاني كان دوك وين حيكون لا ديفيرونس بين إدارة وإدارة. لاعبين هنا ما يخفالكش ثاني كاين لاعبين في شباب الوزداد وكاين لاعبين في وفاق سطيف خلاص العقود تاعهم كيفاش حيكملوا ثاني كلاسيزون هذه نعم صعب شويه على وفاق سطيف حنا نتمنى لهم ان شاء الله بالنسبه لشباب قسنطينه في المرتبه السابعه الخساره السابعه وتلقي الهدف رقم 19 بالنسبه للفريق شباب قسنطينه مرحله انتقاليه بالنسبه للفريق وراسي لو مومون دوك هذيك واش دوك لازم ياكروشي واش يلعبوا على البوديوم ولا يقدر يخرجوا فاكونس وشي حكايه تاع مات ودير ماتش دونك لازم في لي دو ماتش هادو لازم يعاودوا رابيدمون يعاودوا يولوا باش ان فوا يديروا ان فو با ولا تقدر تقول بالك سوفاو الماتيان لا كانسيو خلاص الكلوب ولكن شباب قسنطينه عاد في الجولات الاخيره عادوا حتى من طريقه لعب رغم تعادلوا في مباراه امام شباب الوزداد على ارضيه ميدانه ولكن قدم مباراه في المستوى اصبحت عنده شخصيه هذه شخصيه ويقدر يعني حتى خرج ديار حتى العمل مع حمدي الفريق تغير في مشروع واضح مع بزاز بالنسبه للفريق طبعا مباراه
أيضا شبيبة الثورة مع شبيبة القبائل التي انتهت لصالح شبيبة الثورة في هذه المباراة. الفوز رقم 17 بالنسبة لشبيبة الثورة التي سجلت 46 هدف بثالث أفضل هجوم لحد الساعة، والخسارة السابعة بالنسبة لشبيبة التي يبدو أنها تفكر أكثر في نهائي كأس الكاف. نسيم شرير، بالنسبة لشبيبة الثورة هذا الموسم مشوار استثنائي لحد الساعة، هداف البطولة أيضا من شبيبة الثورة، ولو أنه مصاب حاليا بلال مسعودي، النتيجة كانت منطقية بالنسبة للمباراة. صحيح، هو يعني شبيبة الثورة راه تأدي في موسم ممتاز وراه في المركز الثاني يعني بعد الفوز، ويعني لعبوا كرة جميلة. شفنا بعد ما كان فريق الموسم اللي فات فريق بارادو، اليوم هذا الموسم انا نشوفه فريق الثورة يلعب كرة جميلة. يعني الفوز تاعو كان منطقي ضد شبيبة القبائل رغم التغييرات الفنية. يعني اخر الاخبار إقالة العربي مرسي مدرب الفريق رسميا والإبقاء على جاليد، كان المفروض من البداية الإبقاء على جاليد. يعني شوف هذو التغييرات ما يأثروش على الفريق، لأن الفريق تعود أنه يكون تغييرات ربع مدربين يعني في موسم واحد، ولكن المستوى تاعهم يقعد هو. الفوز كان كما قلت لك منطقي. شبيبة القبائل ربما راهي يعني تخمم بوكو بلوس في الكاس، يعني في كاس في لافينا في النهائي. شفنا كان بعض التغييرات تاع اللاعبين بالنسبه للشبيبه، يعني النهائي الاول ثم النهائي الثاني. النهائي عندها مع مقرا، عندها نهائي مع مقرا. نظن الفوز تاع شبيبة الثورة كان مستحق. طيب بالنسبه للحاله التحكيميه الاولى اذا كانت جاهزه وتتعلق بالمباراه السابقه لناديي وفاق سطيف مولودية الجزائر أو مولودية الجزائر وفاق سطيف بملعب 5 جويلية، إليك محمد زكريا. قبل ما نبدأ بالحالات التحكيمية لا نتكلم على شيء، الفيفا تصنف المباريات مباراة صعبة، مباراة متوسطة، مباراة كل مباراة، وكفيه مباريات يسموهم أوريسك. يعني نعطيك أمثلة، مباراة أوريسك ما بين المنتخبات كذلك كمباراة السلفادور والهندوراس في العالم يسموها مباراة أوريسك. ما ننساوش حرب بين البلدين من أجل كرة القدم. طيب احنا ربيع فينا من الحروب هذه بإذن الله تعالى. خلينا نبقى في هذه المباراة لأنها صعبة، نصنفها مباراة صعبة وصعبة. احنا اخترناها اليوم للتحليل مادام أنه الجولة الحالية لم تكن فيها أخطاء مؤثرة. لا ما فيهاش يعني أخطاء، ونفس الوقت الحين نحلوا ونشرحوا ونمدوا توجيهات. يعني تفضل. يعني بكل صراحة هنا الحالة الأولى هذه، خلي الكرة هنا، المساعد الحالة الأولى رفع راية التسلل، يعني بكل صراحة وهنا لا وجود للتسلل. نعود نشوفه وين، علاش الفار لا بد من شوف هاولي انطلق هاوليك، لا وجود للتسلل. يعني بكل صراحة عاون نزيد نعاود شوف من شوف هاي الكرة انطلقت، وشوف الخط على الأرضية ملعب رغم أنه التمركز الحكم المساعد كان جيد، لا وجود للتسلل. هنا هذه الحالة حبسها لي هنا في الإعادة، المولودية طلبوا بضرب الجزاء. نعم. لا وجود لضرب الجزاء، علاش الرجل اليمنى تاع اللاعب وفاق سطيف داخل، شوف الرجل ضربوا بالرجل اليسرى هاي ليك، ضربوا الرجل لما يضربوا واللاعب خارج ما كاش ضرب الجزاء. نعم. انا هنايا ونضرب باليسرى، اللاعب راه خارج منطقه العام، لا وجود لضرب الجزاء. هنا الحكم كان محق في القرار تاعو، لا وجه اللاعب صح راه داخل منطقه وفاق سطيف صح لاعب الخطا، ولكن لاعب مولوديه الجزائر خارج منطقه. نعم. ضربوا ما نكون الداخل ونضربوا هو برا، لا وجود لضرب الجزاء، والحكم كان محق في القرار تاعو. الحاله الثالثه في شفت هنا، شوف هنا وراء لما ضربوا برا بصح الرجل اليمنى تاعو الداخل. طيب. لا تحتسب هنا هنا كذلك، عاود نولوا اللور خليها لانه فيها الاعاده، فيها الإعادة خليها تمشي. نعم. خليها تمشي لما نشوفوا الخطوط، يعني بكل صراحه لا وجود للتسلل، وراح نشوفوا شوف عند انطلاق الكره شوف اللاعب وراه، يعني شوف هذاك اللاعب خلي يزيد حبس، شوف وراه اللاعب، شوف ساعدوا يعني سعدي في هذه الحالة سعد. شوف الحكم وراه، شوف الحال المساعد وراه أنا حشود كسرت السعد. يعني بطبيعة الحال يعني لاعب وفاق سطيف لم يكن في وضعية تسلل، لاعب وفاق سطيف شوف حشود وراه، أطلق كرة خلي يمشي وخلي الكرة تمشي، خليه هاوليك أو راح ورفد، لا وجود للتسلل في هذه الحالة.
صورة واضحة. صورة واضحة خليها مع الأول. شوف حشود وراه، يعني شوف لما انطلقت الكرة نحتسب التسلل عند انطلاق الكرة، عند انطلاق الكرة لاعب وفاق سطيف لم يكن في وضعية تسلل. الحالة الأخرى، هذه الحالة التي أثارت الجدل كثيرا وكثيرا، هام الحالات يعني الصعبة بكل صراحة. هنا الكرة لم تخرج يعني ولم تتعدى خط المرمى كلية، يعني بكل صراحة ما لازمتش اللاعبين نحتجوا، هذه هي أخطاء كانت وما زالت وستبقى الأخطاء التحكيمية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب هنا حشود احتج لأنه قائد الفريق، لماذا البطاقة الصفراء؟ ما عندكش الحق تروح، ما على بالناش واش قال حشود راح يحمي الحكم، حكم التماس هنا حتى نعطي لكل ذي حق حقه. شوف كان واضح انه كان يحمي في الحكم من ممكن تصرفات بعض الزملاء. لم تخرج الكره يعني بكل صراحه، هنا هدف صحيح لم يحتسبه المساعد، هنا لابد على الحكم كذلك ان يلعب دور كبير. كان يافونسي شويه، لازم المساعد تكون من الحكم من المساعدين رباعي التحكيم باكمله. هنا شوف راه بعيد الكره وصلت والمساعد ما وصلش. الحكم الرئيسي متاخر والحكم ايضا والحكم المساعد كان متاخر يعني. لا الكره شوف لم تخرج بتاتا. طيب. يعني والهدف صحيح والمساعد اخطا طبعا نحن التقدير. نسال وزكريني يجيب. المساعد اخطا في التقدير وانا يعني احتجازات لان علاش اثروا احتجوا لانهم كانوا منهزمين ب2-0 يعني صح ولكن صعيبه يعني بكل صراحه لابد. طيب هنا هل فيه تسلل هنا يا وماذا فيه في هذا اللقطه؟ ضربه جزاء. لا 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 وجود لا وجود لا لا رفع راي التسلل هنا لا وجود هنا يا تسلل موجود. الابيض كان متقدم يعني بكل صراحه المساعد كان محق في القرار بتاعه. هذه من الحالات الصعبة والصعبة جدا. هنا لاعب وفاق سطيف لعب الكرة يقولوا هل فيه سيزو محسوب؟ ها هل أنا بكل صراحة جتني صعيبة أنا وطريق بوفليح عودناها عدة مرات فما بالك الحكم. ها ليك وين لازم الفار، ها وليك الفار لما تروح للفار هو اللي يقول لك هل فيه ضرب الجزاء. انا بالاعاده وعده مرات نقدر نصفر ضرب يعني انا بكل صراحه شفت مكاش ضرب الجزاء، انا شفت مكاش ضرب الجزاء يعني هنا لازم يقيسوا باش يكون ضرب الجزاء. مكاش ما تقيسنيش يعني مكاش لمس الحال القرار قولوا زيد المهاجم تاع وفاق سطيف لعب الكره لعب الكره دغمو. انا لما نلعب الكره حتى ويكون فيه يعني ما انا هنايا ليا انا شخصيا لا وجود لضرب الجزاء والحكم كان محق في قراره. هل انتهت اللقطات في هذه المباراه؟ هل انتهت يزيد بالكوت ام فيه صور يقول انها انتهت؟ طبعا الدرس كان صعب هنا ذكرني الدرس كان صعب لا ما هدف صحيح هذا هدف مدير الجزائر الذي سجله حشود وهو الهدف رقم 100 طبعا بالنسبه لحشود في مساره الكروي. تفضل على حشود على هذه اللقطه. نعم على هذه اللقطه هنا اقرارا للحق. الزميل سامي نور الدين المعلق الذي علق على المباراه طبعا تساءل هل سيمنح الحكم البطاقه الصفراء ولم يقل للحكم امنحه البطاقه الصفراء مثل ما قال انا وفاق سطيف وباعتراف الجميع يلعب كره اوروبيه وهذا هو دور المعلق ينفعل مع اللقطات الجميله ويشجب اللقطات الاخرى حتى نبتعد عن اي تفسير وعن اي نقد غير بناء. وكل صراحة نعم. يعني سامي نور الدين ملم بعض الشيء بقوانين اللعبة من الاحتكاك معي هو تساءل في هذه يعني بكل صراحة نعم. وهذه هنا تساءل قال هنا لا نخرج البطاقة الصفراء القانون واضح نخرج البطاقة الصفراء لما ينزع القميص ولا ينحيه من راسه هذا هو القانون لما تكون كتابة تكون شعارات غير رياضية حتى نعم. شعارات مش القانون يقول ما تعطيهش بطاقة صفراء يقول لك سلوغون بوليتيك ريليجيو ولا سيغريغاسيون عنصرية, نعم. عنصرية. نعم. كي تكون مكتوبة هنا ما تعطيهش دير رابور دير تقرير للجنة المختصة هي اللي تأخذ الدرس فيها عقوبات فيها كذا ولكن لا يقدم الحكم البطاقة الصفراء. طيب من الحالات التحكيمية التي كانت صعبة تقريبا 6 دقائق إلى الثلاثية أيضا التي سجلها فريق شباب بلوزداد أمام سريع غليزان في مباراة كانت صعبة بالنسبة لسريع غليزان المتعب بمشاكله الإدارية. آخر الأخبار تقول أن اليمين بغرارة سيكون مدربا للفريق خلفا لشريف طهر الوزانية. شباب
طارق صراحة هذا الفريق يسجل بقوة في آخر الجولات، يعني تقريبا في 10 جولات 21 هدف أو 27 هدف. لما تشوف الهجوم اللي عنده نجح في الميركاتو، خاصة في الميركاتو الشتوي لما تقرأ لي بزاف، يعني قرأ في أفكارك نصلح لي محلل بشهادة الزميل الأستاذ القادر حسن جابر، تحياتنا للأستاذ. لما تشوف يعني الاستخدامات بمرزوقي وخرف الله، يعني هنا بالقوة اللي كان يمتلكها فريق شباب الوزداد بسعيود بيسمي في الوسط باللعب بالشاب بالخير فعلا، ميريزاك بالخير الذي يستحق أكثر من وقفة هذا اللعب الشاب بطبيعة الحال، وما تملكوش الغرور الشيء الجميل. لا نظن أكثر منه فيها نوعا ما عقلية مثله مثل اللعب اللي موجودة في وفاق سطيف بالنسبة لعمورة، لأنه هذا اللعب حتى هو ظهر شاب في مباريات كبيرة قدم مستوى، ولكن في بعض الأحيان كان كل مرة يقعد كإحتياطي. أنا نظن هذا الانسجام هدايا ومساعد أكثر اللاعب، لأنه شفنا عدة مرات لاعبين شبان لما يتظهروا ويبرزوا مباشرة أربع مباريات تلقاهم يعني ما نزيدش نسمعوا أسماواتهم. اللعب هذا راهو في محيط على ما أظن راهو في محيط نفسه عرفوا يحافظوا عليه حاليا، حبوا يحافظوا عليه، وهذه هي الصيغة الأحسن بالنسبة للاعبين. بالنسبة لسريع غليزان الذي يعاني تقهقر في الترتيب، والله بدايته أنا شفت المباراة وأمل لما لعب أمام وفاق سطيف خارج الديار جاب تعادل، يعني قدم مباراة في المستوى فعلا. ظنيت أنه لا في المباراة الأولى كنت نشوف أنه سريع غليزان راح ينقد الموسم تاعه، ولكن بعد بعض المباريات في غليزان ضيحها تضيع للنقاط، ضيعها وتأخر تسليم الملعب أيضا الأرضية بالنسبة للفريق. لا حتى المشاكل المالية عندها تأثير كبير بالنسبة للمنتخب الفريق هدايا في نفس الوقت لما تتالية، رغم أنه عنده لاعبين خبرة يعني شفناهم ما شاء الله، وشفنا لاعبين أيضا مثل عواد حسين، ولكن شاب نعم ويقدم يعني يقدم الإضافة ويقدم في يعني يسجل في أهداف حاسمة للفريق، ولكن هذا غير كافي لما ما تتبعكش يعني الإمكانيات المالية ما تتبعش. أنا نظن يجي نهار وين يعني كل شيء يبان في الفريق. طيب نسيب تعرف جيدا شباب الوزداد، كيف تجد الفريق صراحة على الأقل في مرحلة العودة؟ الفريق عاد بقوة، يعني بعد كان الارتباط تاعه مع كأس إفريقيا المنافسة الإفريقية، نظن تراكم تاع المباريات المتأخرة عاود ترجعته يعني باش يولي في البطولة، وراه الفارق ماش كبير بينه وبين وفاق سطيف، لأن شفناه في الجولات الأخيرة عنده نقص مباراة وراه يضرب بقوة يعني في الهجوم 14 فوز، وشفنا كل لاعبين راهم يتألقوا خاصة كما قال طارق اللاعبين اللي جابوهم يعني في المستخدمين يعني في الميركاتو الشتوي برهنوا حتى وما راهم يسجلوا أهداف كثيرة. نظن راح يكون الحسم حتى المقابلات الأخيرة بينه وبين سيضيق الخناق على وفاق سطيف، كل شيء ممكن يلعب كل في المباراة بالنقاط، لما يفوز بالمباراة المتأخرة راح يقلص يعني الفارق بينه وبين وفاق سطيف، وعنده يعني مباريات نقدر نقوله ما هي سهلة ولكن يقدر يفوز بها. على مستوى الحراسة الفريق في أمان؟ فريق في أمان، يعني عنده حارسين يعني في المستوى، شفنا كان في البداية كان غايا مرباح هو اللي كان يعني في الحراسة، وبعد عاود رجع مساوي، نظن في الحراسة ما عندوش إشكال كامل. نعم. طيب بالنسبة لهذه المباراة، مباراة أخرى أيضا جمعت بين أولمبيا شلف مع مولودية وهران، المباراة التي جرت بملعب بومزراق وانتهت بالتعادل السلبي في هذه المباراة التي جمعت بين فريقين يعرفان بعضهما البعض. التعادل رقم 12 بالنسبة لمولودية وهران، والتعادل رقم 5 لفريق أولمبي شلف اللي خسر 15 مرة منذ بداية الموسم لحد ساعة طارق. والله أولمبي شلف أو جمعية شلف نشوف أنه تضيع للنقاط داخل الديار هو الهاجس بالنسبة للفريق. نعم. الآن مرتبة 15 حاليا، مرتبة 15 يقدر يعني يكون لو يضيع مباراتين متتاليتين يصبح مع الفرق اللي تلعب نزول. نعم. وهذا ما تسلكوا غير أنه يفوز داخل ميدانه. مولودية وهران سيناريو آخر لازم أقولها أنا بالنسبة لي نظرتي شخصية، بعد ذهاب المدرب بالعتوي طريقة لعب الفريق تغيرت. نعم. ما صبحتش هذاك الفريق اللي سيطر اللي يفتح اللعب يلعب نزعة هجومية،
لانه مدتها ما تلعبش الطريقه حتى غابت النتائج يعني غابت النتائج ولما ما تبعكش النتائج والله في بعض الاحيان بعض رغم ذلك الفريق في المرتبه الرابعه لحد الساعه حتى 48 نقطه محمد كان قادر يدير احسن من هذا الشيء فعلا اكيد ضيع عديد النقاط بملعبه للاسف هذه هي بالنسبه للمولوديه الوهرانيه مباراه جمعيه عين منيله التي عادت للفوز عندما استقبلت فريق مولوديه الجزائر طبعا في مباراه انتهت بهدفين مباراة مثل ما نشاهد فيها صور لعبت في السهرة بملعب عين مليلة وانتهت بثنائية كاملة الياس بن حاحام ماذا حدث لفريق مولودية الجزائر أمام فريق تعرفونه جيدا فرض عليكم التعادل بثلاثية كاملة في ملعب 5 جويلية احنا كي لعبنا مقابلة الصيفية اللي عثرت علينا احنا لفتنا تلعب ماتش عين مليلة وحيكون عندك 5 غيابات تانيك المدرب نغيز تانيك طلع اللاعب كاع لي جان تانيك في الماتش كيما هذا لاعب تقريبا 10 لاعبين مش موجودين حاليا من الفريق الاول وانت واش الفريق محجم المود يروحوا لك 10 لاعبين والمدرب يلقى صعوبه كبيره تانيك واش يعاود يدير مجموعه ودار مجموعه والحمد لله هذه دارني اللي دارني ماتش هذو معاودنا لو برينا شويه ماذا تشوف تنقل تاع المليله ب 5 لاعبين اللي كان يلعبوا مع الوفاق ما لعبوش ايوا ما لعب طرواجان بون راطي في الماتش هذا يا درنا لو ماكسيموم ايوا طابت كي طراتي فوالا كيما تشوف غارديا جان في عمرو 18 راه دروا كي في فريق عين مليله عنده لاعبين ذوي خبره يعني ولا انا قصرت مع المدرب تاع عين مليله كي شاف نادر الكناوي كي شاف الفريق قال لي وين راهم لاعبين واش حتى هو استغرب وانت تشوف مدرب يلعب دي جان هكذا يا الحمد لله تانيك احنا ان شاء الله احنا نتمنى ان شاء الله دوك احنا مازال كذوك هذيك نزلت 30 ماتش نزلت 30 بوان احنا ان شاء الله نفرش الماكسيموم دي بوان وفان سيزون ان شاء الله ربي بينا ان شاء الله طبعا المباراه ايضا عرفت حادثه غريبه تقريبا وهي حصول على ضربه جزاء ثم محاوله تنفيذ ضربه الجزاء ثم الخروج بالبطاقه الحمراء بالنسبه للاعب اليك ذكريني ماذا حدث وماذا يحدث في بطوله الغرائب والعجائب لابد علينا ان نعرف شيء وهو حتى الفريق نفس الفريق لاعبين من نفس الفريق لو لاعب يشتم زميله قانونيا بطاقه حمراء قانونيا هنا جات ضربه جزاء الامل عين مليله وجا ضربه جزاء صحيحه اعلنها السيد سعيدي لما اللاعب رفد الكره رايح جاو الزملاء ما خلاوش يلعب ينفذها كل واحد يقول انا ننفذها قال كلام اللاعب الحاكم شاف زاد ايش بدلو بطاقه حمراء الله يسهل عليك بوشن من بعد تيك بدلو بطاقه الحزاء الله يسهل عليك زاد راح لصحابه صحابه قالوا له مليح هكذايا مليح هكذا يعني شيء مؤسف ما يحدث في بطولتنا تصرفات يعني كل صراحه طبعا صرنا نسمع ما لذ وخاب في ملاعبنا للاسف هذه هي الصور التي لا نتمناها في ملاعبنا حتى في حاله غياب الجمهور جمعيه عين مليله عادت للفوز مثل ما قلنا والمولوديه انهزمت المباراة جرت في أو على أرضية جيدة بعد إعادة تسويتها بعد إعادة تصليحها أيضا بالنسبة لهذه الأرضية إلى مباراة أخرى بين اتحاد الجزائر مع أهلي برج بوعريش ثلاثية لهدف بالنسبة لاتحاد الجزائر الذي عاد للفوز أمام أهلي البرج بملعب بلوغين الاتحاد تمكن من الفوز بالنتيجة والأداء في هذه المباراة أكثر منه بالفوز لأنه الأداء ما كانش في المستوى رغم أنه شفنا عديد الفرص كانت بالنسبة للفريق لا كانت عديد فرص ولكن كانت فرصتين قبل لما عدل النتيجة فريق أهل البرج كانت له فرصة أنه تكون عنده الأسباقية ما قدرش ما سجلهاش في الشوط الثاني كانت نوعا ما الاستفاقة ولكن في نفس الوقت حتى لما سجل فريق اتحاد العاصمة الهدف الثاني حتى أهل البرج كانت عنده فرصة أكثر هذا يخلينا أنه حتى بالنسبة لفريق اتحاد العاصمة من ناحية النفسية أو من ناحية بسيكولوجية يقدر يتأثر في أي لحظة يعني حتى ويكون فايز نشوفه نوعا ما فيه تأثير بسيكولوجي فريق اللي تروح المعالم تاعه ارتكاب الأخطاء هوية الفريق نقدر نقوله في بعض المباريات هوية الفريق صبحت أنها غير موجودة في فترة من الفترات أنك ما تعرفش هوية الفريق كيفاش طارق الفريق عنده رابع أقوى هجوم بالنسبة لاتحاد الجزائر حتى لعب مع ثاني أسوأ دفاع حتى في البطولة ولكن لما تشوف 90 دقيقة تعرف أنه الفريق فاز ولكن في نوعا ما فيهش هذاك الإقناع أنه فيه راحة
يعني راحة نفسية أنه الفريق فاز. نعم. ولهذا نقول لك مثلا لو أهل البرج سجل الهدف كانت الأمور تتغير، أنه الفريق يصبح يجري وراء النتيجة، مع أنه كان قادر يحسم الأمور في نقدر نقول لك في الشوط الأول بالنسبة للاتحاد. تضييع الفرص وترك يعني الأسباقية ولا من ناحية البسيكولوجية الفريق الخصم هو الهاجس اتحاد العاصمة، ما عدا في مباراة الماضية لما تخل وحسم أموره أمام السريع غليزان وتمكن أنه يسجل أهداف، هنا كان سيناريو آخر بالنسبة للفريق. طيب هذا بالنسبة لي اتحاد الجزائر الذي فاز بثلاثية كاملة أمام فريق أهلي برج بوعريج في المرتبة التاسعة عشر، الفريق الذي عانى ويعاني ونتمنى ألا يعاني في المستقبل القريب. بالنسبة لفريق تركه الكثيرون فقط الأنصار من ينتظرون أخبارا تسرهم عن هذا الفريق. إلى مباراة أخرى بين اتحاد بسكرة أولمبية المدية، مباراة سافر فيها أبناء التطري إلى بسكرة وعادوا بتعادل ثمين. مباشرة إليك نسيم، مباراة بالنسبة لفريق تعرفه جيدا الأولمبي طبعا عاد بتعادل، مشوار مشرف لحد الساعة بالنسبة للفريق. مشرف يعني فريق أولمبي مدية يعني سافر جيد خارج الديار، والعائق الكبير تاعو كان داخل الديار كان ما تحصلش على نتائج إيجابية حتى يفوز، يفوز يعني بهدف لصفر ماشي بطريقة يعني سهلة. نقدر نقول لك يعني كان لعب ضد فريق كانت اتحاد بسكرة وين هو فريق راح جاريح، كانت يحوص على النتيجة إيجابية باش يعزز يعني المرتبة تاعو. نظن المقابلة هذه ما خدمتش فريق اتحاد بسكرة لأن لعب ضد فريق يحسن اللعب خارج الديار في ملعب معشوشب طبيعيا. نظن كل الظروف هذه خلت أولمبي مدية باش يعود بنتيجة إيجابية. طبعا كل التوفيق بالنسبة للفريقين حاليا في تكافؤ على مستوى اتحاد بسكرة أمام أولمبي المدية، والنتيجة كانت هدفين لهدفين في هذه المباراة. عبر الهاتف وعلى المباشر يلتحق بنا الحارس الدولي الأسبق ومدرب حراس شبيبة القبائل عمر حمناد. مساء الخير عمر حمناد أولا، ثانيا كيف هي أجواء الفريق؟ واليوم تحدثنا عن حراسة المرمى في الجزائر، كيف تجدها؟ سؤال مفتوح مدام أنه أنت أدرى بأمور الحراس في بطولتنا. مساء الخير عليكم، مساء الخير لنا في البلاطو نسيم بالحاحة وطارق، ونحييكم وسمحوا لنا على ما جيناش وظروف يوم ميزوفير تاع الماتش دو دونك انا في الفلوتيل دونك انا ايسي باش نكونوا معكم مام عبر الهاتف نكونوا معكم. طبعا عمر حمناد تحدثنا اليوم عن حراس المرمى في البطولة الوطنية، من ترشح على مستوى البطولة الوطنية؟ الجميع تحدث عن بنبوط للالتحاق مستقبلا بالمنتخب الوطني الجزائري، ما هي الأسماء التي ممكن أنها تلتحق بالمنتخب حسب رأيك؟ لا حسب رأيي كاين حراس مرمى في البطولة الجزائرية، ولكن لا بريزون شارج لازم تكون 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 مليحة، يعني سويفي ولا بريزون شارج لازم تكون فريمون باسكو الدومين هذا تاع لي كاردين بيتو اون ليزا اينوري كاريمون، يعني ما عطيلهمش اهميه كبيره كبيره سيرتو في الفرق في الفرق البطوله الوطنيه ما عطيلهمش الاهميه، وخاصه في تسيير يعني المسيرين يشوفوا مدرب حارس المرمى وحراس مرمى يشوفهم يعني كمدرب عادي ماشي يعني ما عطاهمش قيمه، لازم دابور يكونوا في المستوى ويزيد يكونوا يعطوهم قيمه لهذو المدربين الحراس، يعني راهم 50% يعني في الفريق لازم يعطوهم اهميه كبيره ولازم تكون انفورماسيون ان سويفي. كاين حراس مرمى شبان راهم جايين راهم يطلعوا، وانا خاصه ليا لازم يعطوهم اهميه كبيره لهذا الحراس. طيب عندك حارسين ممتازين شابين ايضا بنبوط وحديد، كيف يتم التعامل معهما؟ هل يمتلكان الامكانيات اللازمه للتحضير ايضا في 30 ثانيه؟ كاين امكانيات ولكن ما نهضرش على حراس شباب القبائل، يعني نهضروا على كل الحراس اللي راهم في البطوله الوطنيه. كاين شبان اللي لاباس بهم عندهم امكانيات، ولكن لازم كيفاش قلت انا لازم لا بريزون شارج هذا تاع سبيسيفيك غاردن بيت
c'est très très important. Donc ولات سي بوست ان بوست كلي دون 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 ايكيب لازم نعطوا لهم الاهميه. عندنا على الراس يعني ما شاء الله يعني باذن الله. عمر حمدنات, كيف هي اجواء الفريق قبل التنقل باذن الله تعالى للبنين؟ عندنا مقابله غدوة ان شاء الله مقرا, وبعد اكيد امام مقرا. عندنا مباراه مقرا غدوة ان شاء الله, ربي يوفقنا وامور طبعا كيما طبعا باذن الله ستكون حاضر بعد التتويج هنا باذن الله تعالى. ان شاء الله يعني سمعت لا نسيم مسرير كان يتكلم على المقابله عنده, يعني يتكلم يعني لا باس الحمد لله. يعني نسيم عنده اكسبيريونس, دونك يعرف هذا القيمه تاع المقابلات. ان شاء الله نكونوا في الموعد, ان شاء الله نفرحوا بالشعب الجزائري باذن الله. طبعا شكرا لك عمر حمدنات رغم الارتباطات الى انك كنت حاضرا معنا على الهاتف. شكرا لك, كل الشكر لك. تقريبا اخر ثواني البرنامج, نبدا منك طارق. كل توفيق صراحه, كل توفيق لشباب القبائل ولكل حراس البطوله الوطنيه طبيعه الحال. انا والله ننتظر اكثر بالنسبه لحارس المرمى بن بوط باذن الله تعالى. نسيم وسرير كما قال, كل توفيق لشباب القبائل, ان شاء الله يعود يرجونا بالكاس هما ويعني المنتخب الوطني الاصغر, وان شاء الله نعاودوا المنظومه الكرويه تكون الموسم الجاي تكون احسن من هذا الموسم باذن الله تعالى. طبعا هذه بلاطوهات مفيده, ونعدكم بفتح المزيد مثل هذه البلاطوهات لنتحدث عن الحراس, اللاعبيه, الدفاع, عن المحضر البدني ايضا, كل هذه المهن التي وجب ان نقف عندها. شكرا لك نسيم على تشريفنا والحضور في هذا العدد. شكرا واجب, وانا راني في الخدمه دائما. نحب نشوفك دائما باذن الله. ان شاء الله. الياس بن حاحة اليوم ثلاث حراس, من سيلعب مباراة الغد بالنسبة لمولودية الجزائر؟ أربع حراس والمدرب سبيلة غدوة إن شاء الله. غدوة إن شاء الله. شكرا لك على الحضور وعلى الإطراء, ونلتقي بإذن الله في عدد أخر. الله يسلمك والله كابل اليوم كان مع خاوتنا إن شاء الله, وهنا نتمنى إن شاء الله توفيق شباب القبائل بإذن الله وفريق الوطني إن شاء الله يعودون الزوج بالكؤوس إن شاء الله, وربي ربي يعاونهم ان شاء الله. بارك الله فيك, شكرا. مسك الختام معك. تمنياتي شباب القبائل بالفوز ان شاء الله بالكاس, وكذلك عوده الفريق لاقل من 20 سنه بالكاس من ارض الفلاعنه ان شاء الله. لو سمحت محمد, مناصب كبير للمنتخب الوطني راه طارب الفرحه كي فاز الفريق الوطني اقل من 20 سنه, وراه يتمنى هو رفيق كومان تاع شلف اللي راه يحيي البرنامج, وقال لي حيي لي محمد شماني. أنا بلغت. شكرا له, شكرا لكل الجماهير التي تتابعنا, شكرا لكل عمال استوديو رقم 3 ليزيد بلكوت, لزكريا الحبشي, لطارق بوفليح في الإعداد. في النهاية فقط عش حياتك كما هي, كن صادقا ولا تحسبها دقائق فقط, فهي في النهاية شوط آخر. نلتقي في الشوط الثالث على نفس القناة في نفس التوقيت ومن نفس الاستوديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.